يا حبيبتي اهدي اهدي يا حبيبتي اهدي يا حبيبتي اهدي يا روحي خلاص يا حبيبتي خلاص اهدي يا حبيبتي اهدي يا حبيبتي اهدي اهدي يا حبيبتي اهدي منيحة والله منيحة كل شيء منيح كل شيء منيح اهدي حبيبتي ايش حبيبتي اهدي موضوع العزل بحاله ايش كثير ايش كثير كبير عن جد يعني خاصه انه بعدوني عن البنات القسم وخلوني مغيبه تماما عن القسم وما بعرف اي شيء عن البنات هذا ايش كثير بياثر فينا كاسيرات فلسطينيات امنيات طبعا بس بنفس الوقت لما الانسان يكون متوكل على ربنا بيكون كل شيء اهون عليه والحمد لله يعني مشيت الامور تمام بس هو خبر الصفقه كان كثير صاعق يعني على الاخر صاعق يعني صح كان الواحد متوقع انه باي لحظه راح تصير الصفقه بس مش بظل هاي الامور وانا كمان ما كنت عارفه اي خبر اي خبر ايش بصير برا ايش الاوضاع اللي بتكون بغزه ايش الايش حالي شوفي كانوا صعبات كثير وكيف كان فيهم محطات كثير يعني محطات صعبه محطات هينه يعني كل كيف كل حدا بيقطع بالحياه يعني نفس الفكره السجن بس برجع باكد اي حدا بيكون عن جد متوكل على ربنا وعارف انه باول على اخر السجن ما راح يسكر على حدا وانا فينا دائما ناس ورانا لبسه جرزيتي لبسه جرزيت امي عشان تضل معي وانا بالعصا ضلت لابستها دائما عن جد كنت فيني يا حبيبتي نور تعالي يسلمك يا روحي خلاص تعيطوش حبيبي طلعت انا اقوى منكم مين علي يا امي معلش يا جماعه بس يا ريت نعذر الاشي ابوي موقع على اوراق وعن جد دخلونا ما منعونا مروا الحمد لله كل شيء يعني كان يعني كان شيء فيه كثير صعب خاصه اني كنت صغير يعني لما دخلت كنت صغيره كثير كنت بحاجه رعايه امي وحضن اهلي والى اخره يعني بس كمان الحمد لله كان في ناس تحتضنني جوا الاسيرات كمان ما قصروا بالمره وكانوا يعني كثير كثير مناح معي وكان في ناس بالنسبه لي كانوا بمثابه امي بس مش حدا بغنيني عن امي الحقيقيه اكيد يعني. بس طبعا اكثر جانب كان مؤثر في انه لا بعرف اي شيء عن اهلي ولا شيء عن اهلي وكنت احلم فيهم كثير كنت احلم احلام منيحه احلام مش منيحه اجرب افسر شوي يعني الاشياء كيف انا بعرف بس يعني كنت متوكله على ربنا وكنت مستودعتهم لربنا وكنت ادعي لهم دائما بالصلاه واقرا قران وكل شيء يعني والحمد لله هاي الصفقه استنى انتم كنتوا طبعا معنا من اول هايكم شفتوا مراح وصح مراح حلوه زي ما قلت لكم ما كذبتش عليكم طب مرح لو بدنا نحكي